إنه ليس موسم حصاد القمح والشعير حتى الآن، لكن مزارعين في كركوك يقولون إنهم يجنون محاصيلهم في وقت مبكر لمنع الإرهابيين من حرقها. يبدأ موسم الحصاد في المنطقة عادة في منتصف حزيران ويستمر حتى تموز، لكن بدأ حصاد هذا العام في 20 من أيار. يقول أحد المزارعين: نحن في منطقة كركوك وهناك أنشطة إرهابية تحدث في أماكن كثيرة في كركوك. لا ترسي أجر ولا ترسي أوى. إما سرب منطقة كركوشين. كركوك هم تقريبا لزور شو كده تيرورسي أكره. في العام الماضي أحرقت النيران ألف الأفدنة من حقول القمح والشعير في كل من سوريا والعراق خلال موسم الحصاد. ألقى المزارعون باللوم على إرهابي داعش قائلين إنهم يسعون للانتقام من هزيمتهم، إذ لديهم تاريخ في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة في المناطق التي ينسحبون منها أو حيث يهزمون ويعلنون أحياناً مسؤوليتهم عنها. يقول كرزان عبد اللطيف وهو سائق حصاد: من أجل أمننا نحمل بندقية معنا، من غير المعتاد أن يحمل سائق حصاد سلاحا معه، لكن هذا لأننا لا نمتلك الأمن.